ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الجوزاء، هنتكلم النهارده على توقعات الاسبوع الثالث لشهر يونيو لعام 2022. الاسبوع الثالث بالنسبه لنا احنا مازال الشمس موجوده عندنا لحد بدايه يوم 22 من يوم 21، باقي يوم 21 موجوده في برج السرطان اللي هو المنزل الثاني بالنسبه لنا. احنا بالنسبه لنا خلال الاسبوع الثالث بيبتدي بالنسبه لنا حلو جدا من الشأن المهني، لان عندنا خطوات مهنيه تتحسن بقدر كتير قوي، لان كوكب عطارد موجود عندك خلاص من يوم 14 موجود عندك. بالنسبه لنا عندنا في فترات هتبقى رائعه جدا جدا، ايام هتبقى جيده، ايام هيبقى فيها نوعا ما من التقل بعض الشيء يعني، لكن ما فيش ايام صعبه اقدر اقول لك ان فيها صعوبات. يمكن الوضع العاطفي اذا وجدت فيه خلافات او وجدت فيه مشاكل فيجب علي الحذر في ان انا عدم الاستماع للاخرين، يعني مش المفروض عليا اني اسمع راي فلان او راي علان، لا خلي بالكم كتير. يعني لو راي فلان اللي هو سي بي ده بكره مش عارف ايه، خلي بالك عشان انت هيخونك هيسيبك هيعمل هتبهدلك اي كلام ليه علاقه بتقويم في العلاقات العاطفيه لازم اكون حذر منه حذر تام، لان عندك اشخاص هيبقوا بيحاولوا ان هم متغاظين منك فهم عايزين ان علاقتك العاطفيه انها تدمر. خلي بالكم كتير من علاقات الطرف الثالث كمان. الوضع العاطفي هجي لكم فيه دلوقتي وهنتكلم بكل حاجه بشكل تفصيلي، بس خلوني في البدايه اديكم طاقه الايام، ايه الايام الافضل، ايه الايام اللي انا ممكن اخلي بالي منها شويه او نوعا ما. بالنسبه لنا احنا عندنا الايام اللي هيكون فيها اجواء لطيفه وتميز حقيقي جدا هو يوم 17 ويوم 18. يوم 17 ويوم 18 احنا بالنسبه لنا القمر هيبقى موجود ببرج الدلو، وهنا الشمس موجوده عندك وعطارد موجود عندك، الشمس كمان كوكب المشتري كوكب المريخ بيدعموك لانهم موجودين بالمنزل ال11. في ظل ده كله بالنسبه لك عندك كتير من العلاقات الداعمه خلال اليومين دول، عندك كتير من النفسيه الحلوه، مبسوط كتير لان عندك تميز بتحصل عليه، عندك وصول لاهداف طموح عالي جدا، خبر صار يطعم نفسيتك بايجابيه، عندك القوه على شخص ما، شخص بيحاول ان هو يعترضك او بيحاول انه يقلل منك او ان انت بيوريك ان انا احسن منك، والجو ده الى انك هتبرز قوة عنه هتبقى أفضل منه بشكل كتير أحسن، فده هيخليك إن أنت تبقى مبسوط بنفسك جدا، تبقى فرحان كتير، نجاح في أمور مهنية برضو ده هينجحك جدا، نجاح في أمور اجتماعية، أمور خاصة بأصدقاء، كل ده بالنسبة لنا هيبقى ليه علاقة بإطار مفرح كتير. برج الجوزاء إذا ده يومين، يوم 17 يوم 18 أكثر روعة بالنسبة لك. اليومين اللي هيبقوا فيهم نوع من انواع التقل شويه هو اليومين اللي وراهم اللي هو يوم 19 ويوم 20. بالنسبه لنا يومين هيكونوا اكثر تالق، اي نعم، بس في فكره ان انت ملزم بقرار، خلي بالك كتير لان انت هيبقى عندك مجبر على قرار، مجبر على راي، خلي بالك ما تتسرعش في قراراتك او ارائك، حاول على قد ما تقدر ان انت يا برج الجوزاء اذا سواء انا مجبر على قرار او راي فاحاول ان انا افكر كويس، احاول اطلع بيه راي افضل، احاول ان انا استشير بعض الاشخاص مثلا من اهل خبرة او ذو خبرة في امر ما، فانا بالنسبة لي محتاج كتير للنقطة دي. عندنا كمان الامور الخاصة بتوقيع عقود بيع شراء امور استثمارية تجارية، خلي بالكم كتير من اليومين دول حاولوا تأجلوها ليومين 21 و22. طيب ده بالنسبة لي الايام اللي هي الافضل والايام اللي هنخلي بالنا من نقاط معينة ايه هي. طيب الوضع المهني، الامور المهنيه بالنسبه لنا احنا عندنا جو كتير مميز، عندنا كتير من النجاحات المهنيه، اسم بيتجدد، بتصل الى انك تكون افضل، عندك اراده عليا، عندك فكره التحدي بشكل كتير قوي، في تحدي موجود عندك، تحدي ليه علاقه بان انا لازم اثبت نفسي، لازم ان انا اكون شخص قوي، لازم ان انا اكون متميز قدر كافي، عايز ان انت تبقى راضي عن نفسك جدا، بتحاول تعوض خساره، بتحاول ان انت تكسب اكتر، فاذا انت عندك تطوير لنفسك وإطارك المهني جدا لأجل نجاح، لأجل اسم قوة، لأجل إبراز شخصيتك بشكل متميز في الإطار المهني. الأمور المالية في مال قادم ليك، مكسب مالي ليه علاقة بتعويض عن خسارة أو حاجة متعلقة بفلوس مجمدة بيحصل فيها حركة. بالنسبة لك كمان التعاملات المالية هتبقى ناجحة كتير خلال الأسبوع ده، وخاصة يوم 17 ويوم 18. أما بالنسبة للوضع العاطفي بقى، الأمور
الامور العاطفيه احنا عندنا كوكب الزهره لسه موجود ببرج الثور، وده معناه ايه؟ معناه المنزل ال 12، يعني احنا عندنا بعض الخلافات او الاختلافات العاطفيه لسه ما زالت موجوده. ده هيبدا ان هو يروح امتى؟ ده في خلال الاسبوع الرابع اصلا، يعني هتبدا تزول الخلافات دي في خلال الاسبوع الرابع. لكن خلال الاسبوع الثالث عليا ان انا اكون حريص جدا في ان انا اتجنب الصوت العالي، او اتجنب المشاكل، او اتجنب القيل والقال، او اتجنب ان انا اكون عندي اساليب الانتقاديه او الاعتراض على الحبيب بشكل يكون مش لطيف. احاول على قد ما اقدر ان انا اتمالك غضبي، احاول على قد ما اقدر ان العلاقات الخاصه بالاصدقاء في حاله تقويمهم للعلاقات العاطفيه اخاف واقلق. يعني ايه؟ يعني هيكون عندك اشخاص هم بمثابه اصدقاء بيقوموك ضد علاقاتك العاطفيه. ممكن يكون كمان حاجه تانية مهمه كتير للناس المرتبطين برج الجوزاء، ان يكون عندك علاقه عاطفيه تنشا وانت مرتبط بحد من الاصدقاء، زي فكره ان علاقه صداقه تتحول لامور عاطفيه. فلازم اخلي بالي كويس قوي اذا انا الامر تدخل معايا ليه ان يكون في طرف ثالث من هذا الامر او من النوعيه دي، فلازم اكون حذر كتير. طب ده للناس اللي هم مرتبطين. للناس اللي هم بقى مش مرتبطين، سواء مثلا منفصلين او لسه مش مرتبطين تماما، هخلي بالي من ايه؟ هخلي بالي كويس قوي من علاقات صداقة تتحول لوضع عاطفي عن طريق سرعة، يعني التسرع في العلاقات العاطفية، التسرع في ان انا ادخل علاقة عاطفية، خلي بالك كتير لانها هتنتهي بشكل سريع. تمام، عشان اكون صريحه معاكم، يعني هيبقى عندنا كتير ان احنا في اشخاص معجبين بينا جدا جدا، وهنبقى مثيرين بقدر كتير قوي. ده موجود عند برج الجوزاء، فانت الاكثر جاذبيه واكثر لمعان واكثر شخص الاضواء مسلطه عليه بقدر كافي. لكن انت لو يعني على فكره انت النقطه دي اللي هي متعلقه بيه، ان انا لازم اخلي بالي من ان انا ممكن ادخل علاقه والعلاقه دي تطلع ليها ليها امر سلبي او تاذيني فيما بعد. لو الطالع بالنسبه لك برج جوزاء، يعني جوزاء وطالع جوزاء، او طالع برج الاسد، لازم برضو تكون حريص جدا. لو طالعك العقرب لازم تكون حريص جدا. لو طالعك من الابراج الترابيه برج العذراء لازم تكون حريص اكثر. فانت لو من الابراج دي الطالع بالنسبه لك كده، فاخلي بالي لان الوضع العاطفي بالنسبه لي هيكون غير مستقر، او هيكون فيه العديد من الاختلافات، فلازم اكون حذر بزياده. طيب برج الجوزاء النقطه اللي بعد كده، ان احنا عندنا في الامور العاطفيه فكره التسرع في ان انا انهي العلاقه بتاتا. يعني الناس المنفصلين بشكل جزئي، خلي بالكم ان انتم ما تنهوش العلاقه بشكل نهائي، حاولوا دايما تسيبوا الباب موارب لان في فرصه رجوع في خلال الاسبوع الرابع. ده الوضع العاطفي. انا شايفه ان الوضع العاطفي هو على قد ما انتوا عندكم جاذبيه رائعه جدا، وعندكم تميز حلو كتير وايجابيه بقدر عالي، الى ان انتوا ملزمين بنصايح عديده في الامور العاطفيه. طيب بالنسبه لي الاجواء العائليه والاجتماعيه، هيبقى عندنا كتير تقارب عائلي، عندنا في زيارات كتيره، اتصالات كتيره، يمكن كمان عندنا في حضور مناسبات او تعاملات عائليه، وده هيبقى قد ايه بيدعمنا جدا جدا. برج الجوزاء، انا برضو نسيت ان انا اقول لكم في البدايه، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم سعداء، وكل سنه وانتم مبسوطين باذن الرحمن. اي حد ليه علاقه بالاسبوع الثالث، بتمنى لكم كل الخير وكل الدعم ليكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.